الحديث حتى اللحظة، الحديث الأولي، وصل مستشفى المعمداني 4 شهداء وعدد من الإصابات، حالتهم خطيرة، وما زلنا نتابع هذا الخبر الذي حدث للتو. سؤالي لك الأولي، يعني عسكريا، بماذا تسمون ذلك عسكريا؟ أن يتم استهداف مدنيين منهم شيوخ منهم أطفال بصاروخ، بماذا يسمى في العسكرية؟ تحية لحضرتك استاذ محمد، وتعزينا القلبية للشهداء وتمنياتنا بالشفاء لعاجل المصابين. ده ما بيحقاش أي هدف عسكري أو هدف عملياتي، تلك جرائم حرب، لأن لا تحقق أي تأثير في المجهود الحربي للطرف الآخر، ولا تحقق أهداف تكتيكية تؤدي إلى أهداف عملياتية ثم استراتيجية وصولا لأهداف سياسية. يعني فكرة الاستهداف بدون تمييز يجرمه القانون. يعني المفروض في قانون الحرب أن تميز الهدف المعادي عن الهدف المدني. ما يقوم به الإسرائيليين هو تمييز عكسي، يعني هو بيميز هدف مدني، هدف أعزل لا يمثل أي خطورة، وبيتعامل معاه. فده أعلى درجات الجرم، يعني الجرم العسكري والإجرام ما يقوم به الإسرائيليين، وهي ليس المرة الأولى الحقيقة. وسوق مفتوح بالنسبة لمن أطلق، واضح بالنسبة له المعالم، واضح أنه موزع على الهواء الآن، أو يعني من وقت قريب، الصور كانت وقت قريب، يعني يقدر يميز سواء بالدرونز أو بوسائل الاستطلاع طبيعة الهدف اللي بيستهدفه. الموجة الانفجارية كانت كبيرة على ما يبدو، بدليل أن حتى اللي داخل المحلات أصيبوا بالموجة الانفجارية والشظايا الناتجة عنها في وضح النهار، يعني لم يكن قصف ليلي، يعني أخطأ أهدافه. فجريمة يعني مكتملة الأركان تضاف لجرائم كثيرة، ومن أمن العقاب أساء الأدب. لأن لما نتكلم في ما يقترب من 100 أو يتجاوز 100,000 ما بين شهيد ومصاب، ولم يتحرك العالم، وأمريكا لما جات تكتب تقرير بلينكن بدأ يلعب بالكلمات، فيعني ينتقد في بعض النقاط ثم يبرئ في نقاط أخرى، وجو بايدن يحيل الموضوع لبلينكن بعد أن أظهر غضبا شديدا من ما يحدث من مجازر، ثم يقول لقد جاء التقرير أن إسرائيل بريئة. لا براءة لإسرائيل، وهذه جرائم حرب لا تسقط بالتقادم الحرب. أنت سيادة العميد خبير في الاستراتيجيات، ولو سألتك الآن، يعني هل الهدف الاستراتيجي مما يحدث في قطاع غزة بمنتهى المباشرة، أسألك حقيقة، يعني مما حدث في المعمداني، في المواصي، في شارع الرشيد، مثل هذه المجازر في الجلاء، هل الهدف منها ملاحقة حماس أو ملاحقة عنصر مقاوم أم تهجير الفلسطينيين؟ إسرائيل الحكومة نتنياهو بيرفع 3 أهداف بيعتبرها أهداف الحرب: القضاء على حماس، وعودة المحتجزين، ومنع التهديدات. لكن ما يقوم به هو اللي سيادتك بتقوله، هو أولا عقاب كل أهالي غزة، تاني حاجة جعل غزة غير صالحة للحياة فيهجرها أهلها، وصولا إلى النزوح القسري إلى دول جوار. لأن استهداف المستشفيات، محطات التحلية، خزانات المياه، البنية التحتية لا يحقق هدف عمليات، لأن المقاتل بيقاتل حتى لو في الصحراء، مش محتاج يعني للبنية التحتية. فما يعني هو شغلنا ب3 أهداف، وإن احنا بنقول الأهداف لم تتحقق، لكن هو بيعمل أهداف تانية. الإبادة الجماعية هدف منهم، لأن الإبادة الجماعية بتعمل نوع من الردع المعنوي للمدني، بينما هو فشل في أن يرضع العسكري، القوة العسكرية من كتاب عز الدين القسام والفصائل الأخرى. فهو بيرضع المدني، يعني يعطيه خيار: إما تخرج. طب أخرج إلى أين؟ أخرج إلى المواصي، نستهدف في المواصي، لا يوجد مكان في المواصي، أخرج إلى مكان آخر، عشان يوصله في الآخر أن هو يروح لحدود آمنة. وده اللي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحذرنا منها، وحتى الأشقاء الفلسطينيين حذروا منها. ليه؟ لأن ده اللي يعمل تصفية القضية. القضية قائمة ما بقى الفلسطينيين في قطاع غزة وفي المناطق المحتلة، لكن لو خرج الفلسطينيين زي ما خرجوا في لبنان وفي سوريا وفي الأردن، فمن يخرج لا يعود.
هو يريد أن تكون هذه نقطة وجيهة يا سيادة العميد بلا مواطنين. هذه نقطة وجيهة للغاية، إنما في نهاية المطاف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا سيادة العميد. يعني في نهاية المطاف، في نهاية المطاف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يعني ما هي الخيارات أمامه؟ هو حقيقي هو الموضوع متبادل، يعني هم عليهم الصمود وعلى القوى الفاعلة في المنطقة وقف هذه المجازر، وقف هذه الانتهاكات، جرائم الحرب، بالضغط على من يستطيع الضغط على إسرائيل. فكرة إن أمريكا عاجزة على إسرائيل، هذا مع إسرائيل هذا يعني وهم. إسرائيل في حدود معينة في التعامل مع أمريكا بتجبر أن تنفذ، أن تستجيب. أمريكا حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي تضغط عليها إسرائيل بطريقة الآن يعني الآن، وبلاش حد يتوه في أبعد من وقف هذه المجزرة بفكرة يعني أن نتحمل أيام سيكون هناك دولة. ما بقى نتنياهو لن يكون هناك دولة، لن يكون حتى هناك حكم ذاتي، لن يكون حتى هناك أوضاع ما كانت قبل 7 أكتوبر الماضي. فبالتالي الضغط الآن لابد من سرعة وقف العمليات، وأن يستجيب كافة الأطراف، سرعة وصول الإمدادات بما فيها الإمدادات الطبية، بما فيها إمدادات الدفاع المدني. طيب. والإسعاف، لأن الدفاع المدني غير قادر يطلع ناس تحت الأنقاض، وزي ما سيادتك تفضلت في البداية أن حتى الإسعاف تقريبا يعني تعمل بطاقة ضعيفة جدا، فالمواطنين بيعتمدوا على السيارات الملاكي. طيب. معروف ان الحوادث بتحتاج لاخلاء طبي مؤهل. طيب يعني وانت معنا فقط سياده العميد، فقط ننوه لمن انضم الان الى شاشه الغد، نحن الان نتابع هذه الصور التي وصلتنا على راس الساعه تقريبا، يعني قبل 40 دقيقه تقريبا، هذه الصور لمجزره جديده اقدم عليها جيش الاحتلال عن طريق استخدام مسيره من مسيراته من نوع كواد كابتر، كانت تحلق في شارع الجلاء وصادفت جمعا للمدنيين أمام نقطة لتوزيع كروت الإنترنت فأطلقت عليهم صاروخا. حتى اللحظة وصل مستشفى المعمداني على بعد 4 كيلومترات من مكان المجزرة الجديدة، وصل تقريبا ما يعني ما تم تحديده بأربعة شهداء بناء على عدد من الأشلاء بحسب ما أفادنا مراسلنا قبل قليل تام الدلول من داخل المستشفى، وكذلك عشرات الإصابات بعضهم حالتهم خطرة. ما زالت سيارات الإسعاف تحاول جاهدة التعامل مع الموقف. هذه الصور التي نقوم ببثها على حضراتكم هي للحظات الأولى لوقوع هذه المجزرة الجديدة في شارع الجلاء في وسط مدينة أو غرب مدينة غزة بالتحديد. يعني طيب سيادة العميد سمير راغب ضيفنا من القاهرة، وول ستريت جورنال سيادة العميد الصحيفة الأمريكية كان لها تحليل اليوم بالمناسبة بتقول فيه إن مع تحول حماس لاستخدام تكتيكات حرب الشوارع هذه الحرب ستكون حربا أبدية. بالفعل ده كلام سليم، يعني التحليل سليم لسبب ما فيش أفق للتسوية السلمية، وحرب العصابات القساميين متميزين فيها يعني، والإمدادات ما هي صعبة، يعني قضية كلاشينكوف، ار بي جي، ياسين 105، متفجرات، والناس هيقولوا طب هم هيجيبوا منين كم القذائف اللي بيطلقها الجيش الإسرائيلي اللي بيكذب بيعد تدويره مرة أخرى وإعادة تصنيعه للمتفجرات، والخام اللي بيبقى حتى في الدانات اللي بتنفجر بيعيدوا استخدامها، وهكذا لا يملكوا بديل. يعني سواء كان حد يرى أن ما يقوم به المقاومين هو معه أو ضده، لكن في الأخير لا يوجد بدائل. يعني لما يكون حد ما عندوش بدائل بيكون أقوى ما يمكن، لأن موضوع النصر أو الشهادة أو كما يطلقون جهاد نصر أو استشهاد مفيش بديل ثالث، يعني مفيش تسوية في الأفق، مفيش هدف يعني يقدر يوصله الجانب الإسرائيلي فيذهب لمائدة التفاوض. هو عايز حرب إبادة،
فبالتالي المقاومة أصبحت لكل من قادر على حمل السلاح يعني أصبحت حتمية. يعني أنا مانيش من دعاة الحرب، يعني لقاءاتي واضحة، أنا بميل دايما للحلول والتسويات، لكن لو قلت حلول وتسويات في طرف بيتهرب من التفاوض. يعني حماس وصلت لمرحلة قبلت الشروط، غيروا الشروط، قبلت الشروط لغاية ما وصل لمرحلة بدل ما يذهب من التفاوض ذهب إلى جباليا وذهب إلى الزيتون وذهب إلى بيت لاهيا وذهب إلى غزة ودرونز وأحزمة نارية بالإضافة لرفح. فبالتالي لا يوجد، يعني الحرب بيسخن الجبهة كما لو كانت الحرب تبدأ الآن من 7 أكتوبر. صحيح. فبالتالي المقاومين يقاومون الآن كما لو كانت الحرب تبدأ الآن. طيب. مش حد هيوصل لمرحلة يقول قد أرهقت، أو لأن لا يوجد بدائل حقا. طيب. حتى هذه اللحظة ربما يأتي البديل، لكن حتى يعني طيب عسكريا هم يراهنون على نفاد الذخيرة مثلا. عسكريا هم يراهنون، يعني جيش الاحتلال يراهن إذا ما استمر في حربه هكذا يراهن على نفاد الذخيرة لدى المقاومة، ربما يراهن على ضغط شعبي تتعرض له المقاومة داخل القطاع، ربما يراهن على فكرة التهجير إذا ما أفلح في فكرة التهجير الناس في قطاع غزة وهكذا. أولا حتى لو يعني لا قدر الله الأوضاع ساءت وصلت للتهجير، المقاومين لن يهجروا، عشان تبقى الدنيا واضحة، من يحمل السلاح لن يترك هذه الأرض. طيب. ولأنه لو كان يريد أن يتركها ما كانش قام بعملية 7 أكتوبر يعني. فده موضوع منتهي. الذخيرة لا، أكيد في أنواع من الذخائر والصواريخ تراجعت بنسبة كبيرة عشان نكون صريحين، يعني كم الصواريخ اللي كانت بتطلق في المرحله الاولى والثانيه وتوصل تل ابيب ومرة تل ابيب، الصواريخ البالستيه اكيد تراجع، لكن ذخيره حرب العصابات اللي هي طلقات الهاون الجراد الهجوم الذخائر ال 762 في 39 الكلاشينكوفات، لا الموجود عندهم يكفي. وحرب يعني في نماذج اخرى في حرب فيتنام في مع قوه اكبر من اسرائيل ومع مقاومين أضعف من القساميين واستمرت، لن يعجز الفلسطينيين. طيب. ولو خلصت الذخيرة هيحاربوا بإيديهم. طيب. وهيحاربوا بسلاح أبيض. فهم. يعني ما حدش يراهن على أن المقاومين هيتراجعوا. المقاوم سيقاوم، يعني المقاوم سيقاوم حتى لو بيديه يعني. طيب على ذكرك يا سيادة العميد للمقذوفات والمدفعيات، يعني نستثمر وجود حضرتك معنا في الساعات الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال بآلياته المدفعية الموجودة شرقي غلاف غزة يزيد من قصفه المدفعي على أماكن يعني شرقي القطاع. هنا أسألك، ما هي مدى الدقة في القصف المدفعي سيادة العميد؟ لا دقة ضعيفة، لسبب هو بيعمل بطريقة الضرب المساحي، يعني بتقسم مساحة الهدف بالهكتار، وكل يعني لواء المدفعية بياخد قطاع يقسمه على الكتائب على السرايا على الفصائل والأطقم، فما فيهاش تنشيل، فيها إحداثيات. إذن الهدف هنا من هذا القصف المدفعي هو التدمير، تدمير هذه النقطة، هذا المربع السكني. تدمير طبعا، حرق الأرض، حرق الأرض، يعني الأرض بحرق ما فوق الأرض، يعني دي ما فيهاش يعني ما حدش يعني موضوع القذائف الذكيه لدى الاسرائيليين بيستخدموها استخدام غبي، المدفعيه دي من القذائف الغبيه، فبالتالي يعني حتى لو كان بيستخدمها ذكي هي ده غبي. طيب في قذائف ذكيه بيستخدموها، من اللي يستخدمها بشكل غبي، بيستخدم الصواريخ الثقيله القنابل الثقيله اللي هي اير بومباردمنت اللي هي بتقذف جوا، نعم، اللي هي 2000 رطل بيرميها على بيوت، دي مديها لهم المفروض عشان الاهداف العميقه الانفاق، يعني الام كي 84 وبنكر باستر والكلام ده. نعم. فالموضوع ما فيش، بالاضافه لان حتى لو هم يعني عندهم شيء من التمييز، 20% من الاسرائيليين القتلى بنيران صديقه، يعني هو حتى مش قادر يميز صديقه يعني، فهيميز عدوه. بالاضافه لان في جزء منهم متطرف بيقوم بعمليات زي كده وهو يعلم انها سوف تسقط مدنيين. نعم. فاحنا عندنا القياده السياسيه لا تهتم
والقيادة العملية لا تهتم. وعلى المستوى التكتيكي في ناس بتقصد إزاء المدنيين.